مساء الفل والجمال عليكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج. نشرت الفنانة ياسمين صبري تويتة ليها فيها نصيحتين لجمهورها، وقالت ان المهارة الاولى للبناء في الحياة هي القدرة على التكيف بسرعة، اما النصيحة التانية هي كيفية قراءة الناس لمعرفة من المفيد لك اكثر. ولو جينا فكرنا شوية في التويتة هنلاقي ان دي اول تويتة لياسمين صبري بعد انتشار خبر طلاقها. بوسة من يسرى لأمير كرارة، ودي أثارت ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا. وأمير كرارة خد البوسة دي بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الأهرام للدراما. كمان أمير كرارة ما اكتفاش بالبوسة دي وخد صورة مع يسرى نزلها على صفحته الشخصية وكتب عليها أحلى وأجمل وأجدع وأشيك ست في مصر. ومن صفحة أمير كرارة لصفحة المخرج بيتر ميمي اللي نشر صورة ليه مع أمير كرارة برضو ومعهم النجم محمود حميدة. كمان نجم الجيل نشر صورة ليه من داخل طيارة مصر للطيران مكتوب عليها ان مصر للطيران هي الناقل الرسمي للجولة العالمية للنجم تامر حسني. كمان سافر تامر حسني أمريكا عشان هيحيي أكتر من حفلة هناك. وبرضو محمد حمائي قرر انه يسافر على مصر للطيران بس مش لأمريكا، لدبي، لانه هيحيي حفلة هناك يوم 3 نوفمبر. كده خلصت، واشوفكوا الحلقة الجاية وتابعونا على هاشتاج